السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا رفضت المطلقة البقاء في البيت وقت يقول أحسن الله إليكم إذا رفضت المطلقة البقاء في البيت وقت العدة، فهل يجبرها الزوج على المكوث في البيت أم أن الإثم يلحقها ولا شيء على الزوج؟ كما عرفتم أن بقاءها في البيت حق لها وحق للزوج أيضا، فإذا هي ألغت حقها فلا يلتغي حق الزوج، فله أن يجبرها على البقاء في البيت. نعم.